عندما نذهب إلى بلاد غربية أو بلاد في الشرق، روسيا أو أمريكا أو أوروبا أو أي بلاد أخرى، وهذا ما وجدناه في العراق بشكل كاسح، أن الناس في العالم أصبحوا يعرفون حقيقة الوضع بشكل كامل. أنتم أيها الثوار في البحرين شعب يطالب بحقوقه الأساسية والبديهية، ونعرف أن هناك سلطة مستبدة تقمعكم ونحن معكم والله معكم. كل من التقيت من العراقيين من السنة والشيعة، الأكراد، العرب، المسلمين، المسيحيين، هذه رؤيتهم: شعب كريم وحكومة مستبدة. وجميع العراقيين يتضامنون مع هذا الشعب ويؤيدون حركته ويناصرونه بحسب إمكانياتهم. جميع العراقيين أيها الأحبة معجبون بكم، معجبون باستمراركم. عندما نقول لهم في 14 فبراير انطلق شباب هذا الشعب ليطالب بالحرية والديمقراطية، وفي 19 أبريل سنة 2013 أكثر من 150 ألف يتظاهرون في الشارع ينحنون لهذا الاستبسال ولهذا الاستمرار، وينحنون ويكبرونكم على سلميتكم وحضاريتكم في مطالبتكم بحقوقكم. جميع العراقيين ينتهون بالحديث إلى هذه المسألة أو يبدأون بها: أنتم منتصرون لا محالة، أنتم منتصرون لا محالة. كان هذا الانطباع هو انطباع العراقيين وانطباع من التقينا بهم من مصر العربية ومن اليمن ومن الأردن ومن تركيا وغيرها من البلاد التي حضرت إلى هذا المؤتمر. إن الثورة السلمية الإصلاحية مستمرة حتى تغيير هذا الواقع الفاسد والمستبد، ولن تتوقف هذه الثورة لمجرد تغييرات شكلية أو سطحية أو تغيير هذا المسؤول بذاك المسؤول. فالثورة مستمرة حتى نحصل على حقوقنا، وقد برهن هذا الشعب على استمراره. وأقول لمن يسمعنا من السلطات: إذا لم تكتفوا بسنتين فاعلموا إن نفس هذا الشعب طويل، وسيستمر السنة الثالثة والرابعة والخامسة حتى العاشرة وما بعد العاشرة حتى يحصل على حقه وينتزع حقه. النقطة الأخرى: عدالة القضية والاستعداد للعطاء من أجلها. كلنا على طمأنينة، لا يخالجنا شك أو ريب، وليس في قلب الصغير منا فضلاً عن الكبير أو الشيخ اضطراب في عدالة هذه القضية. لم نخرج ظالمين، نحن لم نكن نظلم أحداً من قبل، وعندما ثرنا لم نظلم أحد. إذا حدث أي خطأ فردي لا يمكن ولا يجوز لأن يحمل الثورة. أما الثورة في أهدافها وشعاراتها وبرامجها فهي بعيدة عن الظلم بأي شكل من الأشكال. كنتم تظلمون هذا الشعب واستمريتم تظلمون هذا الشعب. نحن على ثقة وعلى طمأنينة تامة بأننا نناضل من أجل قضية عادلة محقة ومطالب شعب ضرورية لا غنى عنها لأي شعب، من أجل أن يتمتع بالكرامة والإنسانية في وطنه. وعلى هذا الأساس ترخص كل التضحيات. قدمنا عشرات الشهداء، لدينا آلاف المعتقلين، لدينا آلاف الجرحى، لدينا آلاف المطاردين،
لدينا آلاف الذين فقدوا وظيفتهم أو تضرر رزقهم، لدينا ولدينا 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 الاستعداد للعطاء أكثر في كل الأبعاد التي ذكرت. وهذا الكلام لا يخص الشباب ولا يخص الذين يتظاهرون في الشارع فقط ليلا أو نهارا، وإنما هذه هي عقيدة الوفاق وقيادة الوفاق، وهي على استعداد لبذل النفس ولبذل الحرية ولبذل المال ولبذل كل غال ورخيص من أجل أن ينال هذا الشعب حقوقه. ومن لا يؤمن بذلك فليتفضل، ففي الساحة ألف شجاع وشجاع سيتقدم. من لا يؤمن بالشهادة ويؤمن بالتضحية ويؤمن بالسجن ويؤمن بكل ما يلزم من أجل أن ينتصر هذا الشعب فليتخلى عن هذه الساحة، وسيأتي من يحملها ويصل بالراية حتى نهايته. هكذا عقيدة الوفاق وهكذا عقيدة هذا الشعب. فإن اعتقد هذا النظام أنه باعتقال أستاذ عبد الوهاب وأستاذ حسن وبقية الإخوة الأعزاء وغيرهم من المناضلين كبارا وصغارا، أو قتل عبد الكريم أو قتل فلان أو قتل فلتان، بأن المسيرة ستتوقف من ذلك، اعلموا يقين العلم أن كل ضحية تضع على هذا الطريق خطوة إلى الأمام وتمنع إمكانية العودة إلى الخلف أبدا. فإن أردتم أن تحثوا خطى هذا الشعب فزيدوا من ظلمه ومن شهدائه، فسوف يسرع أكثر إلى نيل حقوقه وانتزاعها. لن نتوقف حتى نرى هذه الأرض ينعم فيها جميع أبنائها سنة وشيعة بالكرامة وبالحقوق وبوطن يحتضنهم جميعا. هذه الثورة ليست ثورة شخص، وليست ثورة جمعية، وليست ثورة فصيل سياسي بعينه، هذه ثورة شعب بأكمله. الوفاق جزء من هذا الشعب، تخدم هذا الشعب، تخدم هذه الثورة، تشارك في هذه الثورة. القوى السياسية والشبابية الأخرى فصيل من فصائل هذا الشعب، يخدمون هذه الثورة، يعملون من أجل إنجاح هذه الثورة ومن أجل إيصالها إلى أهدافها الكبيرة. بهذا الأساس أيها الأحبة نلتقي، لا حساسية بين هذا الفصيل وذاك، ولا خلاف أساسي بين هذا الفصيل وذاك. الجميع ينشد الحرية والديمقراطية والكرامة. لذا أيها الأحبة، قيادات وشباب عامل، تعاضدوا مع بعضكم البعض، ضعوا يدكم في يد بعضكم البعض، ضعوا يد الائتلاف وحقا في الوفاء، وضعوا يد وعد مع أمل، وضعوا يد كل شاب في يد الشاب الآخر حتى نكمل هذه المسيرة. ولا تنشغلوا بالمعارك الجانبية التي توجدها جهات مشبوهة بين حين وآخر، مستخدمة وسائل الاتصال الاجتماعي لشغل الرأي العام هنا أو هناك في قضية جزئية، وفي سفرة هناك أو لقاء هنا. الوفاق ومن خلفها الجمعيات السياسية، وقبلهم سماحة الوالد المرحوم الشيخ عبد الأمير الجمري، دخلوا من أجل هذا الشعب، لم يأخذوا شيئا لأنفسهم، سيواصلون هذه المسيرة من أجلكم، وأحرم عليهم أن ينتفعوا من هذه الثورة بشكل من الأشكال إلا عبركم، عبر انتفاع بناتكم وأولادكم وأبنائكم. هذا هو النفع الذي نريد، وهذا هو النصر الذي نبحث عنه. نحن في القوى الوطنية المعارضة السياسية، مع الحوار الجاد الصادق الذي يوجد توافق سياسي، على أي أساس؟ على أساس احترام هذا الشعب، وعلى أساس، شوف الكلمة اللي بدأت بها بنت الشهيد مداخلتها، هي كاتبة الكلمة أو من كتب الكلمة لها، يعبر عن وعي يبعث ويثلج الصدر ويبعث على الطمأنينة في مستقبلها. قالت: السلام عليكم يا مصدر السلطات جميعاً،
هذه البنت عندما تعبر بهذه الطريقة، السلام عليكم يا مصدر السلطات جميعا، لن نقبل بأن تكون أسرة آل خليفة مصدر السلطات جميعا. الشعب بسنته وشيعته، ومن ضمنه آل خليفة، كونوا من ضمن الشعب فكونوا مصدرا للسلطات. هذا الشعب من حقه أن ينتخب سلطة التشريعية وسلطة التنفيذية، ويتمتع بسلطة قضائية عادلة، وأن يشارك في الأجهزة الأمنية في تكوينها وتشكيلها وفي رسم سياستها وتقرير ماذا تفعل من أجل حفظ أمن هذا الوطن. نحن مع الحوار الذي يستجيب لإرادة هذا الشعب. لو كانت هذه الإرادة إرادة ظالمة لتوقفنا عن ذلك، ولكن عندما يقول هذا الشعب أريد المساواة، هل يجوز أن يقف الحوار ليقول لا نريد التمييز؟ آل خليفة نزلوا من السماء ويجب أن يبقوا في السماء وهم ليسوا من البشر، أو هذا الفصيل أو هذا الفصيل يجب أن يستولي على هذه الوزارة السيادية، وأبناء الشعب يجب أن يعيشوا في الظل أو في التهميش. هذا حوار مرفوض. الحوار الذي ينتقص من هذا الشعب ومن حقوق هذا الشعب هو حوار مرفوض. ذهبنا للحوار من أجل انتزاع هذه الحقوق والتوافق على كيفية تنفيذ هذا الحقوق، لا للتنازل عن هذه الحقوق. هذا الكلام ليس لكم، فكل لي ثقة بأنكم تعرفون ذلك، ولكنني أقوله للسلطة وأقوله للدول الكبرى، لا يطالب أحد المعارضة أن تتنازل عن حقوق شعبها، لا بعنوان حوار ولا غيره. فنحن ننتمي لهذه الثورة وسننتمي لهذه الثورة. نجح هذا الحوار أو لم ينجح، سنبقى في الساحات حتى تتحقق مطالبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.